بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وبعد، ما تدين القراءة والنصوص فصل كيشانات، الفصل الخامس، موضوع عن معتقد النحوية، تدريبات إن شاء الله. أجب عن الأسئلة الآتية. سؤالان كتابنا: ماذا يعمل وطنك للإسلام والمسلمين؟ ماذا يعمل محوقك وطنك وطنك للإسلام إسلامك يا المسلمين يا مسلمين تورد وطنك مسلمين تا يا إسلامك محوقك تا لبا. هل يفرق بين بين بلد إسلامي وآخر؟ هل يفرق مالك لا فرقنا يالك لا فضيلة يالك وناجنيا بين بلد إسلامي وطن مسلمين لا هاي وآخر يمكن لو وطن مسلم ليهن مالك لا فضيلة يا. وضح ما تقول. هذه جاوبت هذا نعم تي هذه لا تحبه بل عده. المسلم أخوه المسلم وأخوه المسلم شيء واحد مسلمة ولا لها أي وهل مد بيسكويهن أخوه المسلم شيء واحد. اذكر البيت الذي يدل على ذلك من نشيدة. نشيدة كسرت بيتك انت نوت المامية. قيبت نحوي ضع سؤالا لكل جواب ما يأتي. سؤال بتكرجس وحن صوص هذا. هدف بلاد أن يتحد المسلمون. وجيت كمركا ودن كي بحوي هدف كيسو أن يتحد المسلمون. إن المسلمين تو مدوبان. إن المسلمين تو المدوبان. يضع كل مسلم يده في يد أخيه. وحدقة يا مسلم كستا سؤال لبعض يضع وحدقة يا كل مسلم مسلم كستا بيده قعنتيسا في يد أخيه ولا كيسا كلا قعنتيسا طلبا سقدوني لعزة الدين دينت عزة دي شرفتي دي. أحب وحن شعال أن يكون المسلمون إن مسلمون تأهدان إخوة ولالو في أسرة واحدة هل قيس كسوتشيدة. التقوى لك عبس أساس تفاضل بين أبناء الإسلام وأساس كروك لسار وتفاضل وكلا فضله بين أبناء الإسلام ضد المسلمين تأه إن أحلقات دوني هتبا إن أتكود الشخص السؤال سورة مسترا وأسدح سؤالات إيو عشان سؤالات عشان تسؤالات هاتين حبد النموذج كبحنو تكوب هذا وكلا حان لا يري هدف البلاد أن يتحد المسلمون. ما هدف بلادك؟ ما هدف بلادك؟ ما هدف بلادك؟ هدف بلاد أن يتحد المسلمون. جاوبت السؤال جاوبت تحسن قنسا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة